سلام، هكذا من باب الالزام، من باب الالزام. يا شيخ زركوشي خلي له وقته بعد اذنك، تفضل يا شيخ خالد. ما يفرق بين الالزام والالتزام. لما يجي لك وقتك يا شيخ زركوشي. لا تقاطع. اصبح الشيعة يثبتون عصمة المعصوم بكلام غير معصوم. ناتي الان الى السؤال. كوننا نحن زوجات النبي دخلت في الموضوع او خرجت من الموضوع، انا ساعطيك بشاره. نحن حتى لو خرجت زوجات النبي من ايه التطهير لا يضرنا مثقال ذره، هن مسلمات مؤمنات مثل ام سلمه سواء دخلت او لم تدخل، انتم تعترفون بايمانها واسلامها وليست داخله في ايه التطهير، ونحن حتى لو خرجت زوجه النبي من ايه التطهير لا ينقص منها بالسنه مقدار ذره. واما انتم اذا دخلت زوجات النبي في ايه التطهير خرب المذهب كله وانتهى الى الاشكال. اذا ليس الاشكال هنا، ليست المعركه بيننا وبينكم، هل زوجات النبي داخلت في ايه التطهير او خارجه؟ نعم انتم المعركه عندكم. لماذا المعركه عندكم؟ لانكم لو دخلت زوجات النبي في ايه التطهير خرب المذهب واصبحت الايه لا تدل على العصمه، وانتم تجتهدون بكل ما اوتيتم من قوه لتدفعوا زوجات النبي ولتخرجوهن من ايه التطهير لتستقيم لكم العصمه. لكن انا اقول لك وبشرك، سواء دخلت زوجات النبي في ايه التطهير او لم تدخل هذا لا يضرنا، لكن يضركم انتم. الان اذا السؤال، حتى لو كانت الايه هذه نازله من السماء في خصوص اصحاب الكساء وحدهم ولم تدخل زوجات النبي، نحن نقاشنا هل هذه الايه حتى لو كانت خاصه بهم تدل على العصمه او لا تدل على العصمه؟ التحدي لا يزال قائما، ما هو الدليل على ان هذا التطهير قد وقع؟ اذا هنا زوجات النبي مثلا عندنا روايات انهن ادخلها النبي عليه الصلاه والسلام تحت الكساء بعد خروج علي. قد تقول لماذا بعد أن انتهى من الكساء؟ نقول لك مثل ما أدخل جعفر الصادق بكلامه، هو كلام النبي حجة حتى لو لم يدخله في الكساء. هذا مسند الإمام أحمد. قلت يا رسول الله ألست من أهلك بعدما تكمل؟ قال بلى فادخلي في الكساء. قالت فدخلت في الكساء بعدما قضى دعاءه لابن عمه علي وابنيه وابنته. إذن هذا قال بلى، قال لها بلى ودخلها في الكساء أيضا. هنا حديث آخر في الطبراني، قالت وأنا معكم يا رسول الله، قال وأنت معنا. هل النبي عليه الصلاة والسلام هي تريد معهم في ماذا؟ معهم في ماذا؟ يعني معهم في الجلسة ولا معهم في الدخول في آية التطهير؟ أيضا هذا في الطبراني، قال خصصت هؤلاء وتركتني. أشكرك يا شيخ خالد، أشكرك شكرا. قال من أهل البيت، أي أهل بيت يريد؟ شكرا يا شيخ خالد، أشكرك. آية التطهير. شكرا لك، شكرا لك. انتهت وقت الحلقة مشاهدينا الكرام.